بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا متابعين الكرام مستمرين مع حضراتكم في هذه الانطلاقات المستمرة والموفقة من عاصمة الميادين ميدان الوثبة شوطنا 17 للقعدان وشوط خاص بالانتاج والمنتجين المحافظين على هذه السلالات العريقة مقدمة الشوط والمركز الأول أتابع نجد محمد بن راشد بن عصيان المنصوري يقدم لنا نجد المركز الثاني أتابع نسيم سلطان بن سويد بن زايد بن سويد المنصوري بينما المركز الثالث بينما الحضور في هذه الأثناء والقدوم في هذه اللحظات يتقدم ويحضر بهذا الحضور أتابع الشامي سعود بن محمد بن فهد الرزق العجمي يتقدم بن بيشان بينما الرابع القادم في هذه اللحظات متباهي سعيد بن عزيز بن لويه الدرعي يقدم لنا شعاره بينما أتابع فاتن القادم مع المركز الخامس مبارك بن جابر بن محمد المنصوري ولكن العودة إلى نجد العودة إلى الصدارة العودة إلى التحدي إلى شعار محمد بن راشد بن عصيان المنصوري 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 يقدم لنا نجد بكل جدارة مع أول أشواط الإنتاج الخاص بالقعدان الحقايق هنا بن عصيان المنصوري المنصوري الخطورة والقدوم في هذه اللحظات من متباهي سعيد بن عزيز بن لويهي الدرعي مع المركز الثاني المركز الثالث القدوم من فاتن مبارك بن جابر بن محمد المنصوري ولكن نجد نجد ما زال على الصدارة ما بشعار بن عصيان نجد مع الصدارة روح بن عصيان وايضا باللويهي باللويهي يقدم ايضا لنا شعاره مع متباهي اخر الامتار اخر الامتار امتار الكبار امتار العمالقة ولكن نجد 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 ناموس لمالك نجد محمد بن راشد بن عصيان المنصوري على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني وصل متباهي لسعيد بن عزيز بن لوي الدرعي بعد ان قدم اداء كبير اشكر عليه المركز الثالث كان فاتن المبارك بن جابر بن محمد المنصوري والمركز الرابع كان الحضور من الشامي سعود بن محمد فهيد الرزق العجمي والمركز الخامس كان الوصول من راهي لعلي بن راشد بن متعافي المنصوري إذن تهانينا لمالكي نجد محمد بن راشد بن عصيان المنصوري قدم الأداء الكبير وقدم الأداء الممتاز والمميز في صباح هذا اليوم ليخطف ناموس هذا الشوط دقيقتين 49 ثانية أربعة أجزاء من الثانية المركز الثاني كان الحضور من متباهي عزية سعيد بن عزيز بن لويهي الدرعي دقيقتين 49 ثانية خمسة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز وانتصار المركز الثالث فاتن كان مع ثالث المراكز مبارك بن جابر بن محمد المنصوري مع ثالث المراكز دقيقتين 53 ثانية وجزئين من الثانية المركز الرابع كان الشامي بشعار سعود بن محمد بن فهيد الرزق العجمي مع المركز الرابع وصل دقيقتين 56 ثانية وجزئين من الثانية لحظات وصوله وقطوع مسافة 2 كيلومترات المركز الخامس كان الحضور من راهي لعلي بن راشد بن متعافي المنصوري دقيقتين 57 ثانية وجزئين من الثانية تهانينا والناموس لجميع الأخوان الفائزين في صباح هذا اليوم